بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الرابعة عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله، بارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها المستمع عين ميم إبراهيم يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: قيل لي إنه لما كان عمري 4 سنوات رضعت من والدة أبي من أجل أن أكف عن البكاء، فهل في ذلك شيء؟ وهل أكون أخا لأعمامي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وإنه يشترط في الرضاع المحرم شروط: أولا أن يكون في الحولين، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الشرط الثاني أن يكون 5 رضعات معلومات فأكثر، ومعنى الرضعة أن يمص الثدي ويخرج له لبن منه ثم يتركه لتنفس أو لانتقال إلى ثدي آخر، ثم يعود ويمصه مرة أخرى ويخرج إليه لبن، وتكون رضعة ثانية وهكذا إلى أن يكمل 5 رضعات. وما ذكره السائل من أنه رضع وهو في سن الرابعة، هذا الرضاع لا يؤثر، لأنه بعد الفطام، وأكثر مدة الرضاع حولين. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهذا بعد 4 سنين فليس له تأثير. وأيضا لم تضبط عدد الرضعات التي رضعها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا عقدت قراني بابنة خالي قبل 4 سنوات ولم أستطع إكمال إجراءات الزواج حتى الآن، ونويت أن أدخل عليها العام القادم إن شاء الله، فهل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء. إذا تراضيتم بهذا الوضع ورضيت هي ولم تطالب بشيء فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كنت أعمل عملا قاسيا في شهر رمضان وليس لي عمل سوى ولا أستطيع الصيام، فهل يجوز لي الفطر وأقضي الصيام حين أجد زمنا آخر؟ جزاكم الله خيرا. ما يجوز الإفطار من أجل العمل الشاق، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر الأعذار التي يفطر من أجلها الصائم في المرض والسفر، وكذلك الحائض والنفساء، وكذلك الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام، أو المريض المرض المزمن. هذه هي جملة الأعذار الشرعية التي يباح من أجلها الإفطار في نهار رمضان والقضاء من أيام أخرى. وأما العمل الشاق فإنه ليس بعذر، وعليك أن تصوم. فإن أدركك الهلاك وخشيت من الموت في أثناء النهار، فإنك تأخذ ما يدفع عنك الخطر وتمسك بقية اليوم وتقضي في من يوم آخر، إذا لم تستطع إكمال الصيام للليل خشيت من الهلاك. الحاصل أنه لا بد من الصيام، لأنك حاضر لست بمسافر، ولأنك صحيح ولست بمريض فتصوم. لكن لو عرض لك عارض خشيت معه من الهلاك، لك أن تفطر وأن تأخذ ما يبقي عليك الحياة، ثم تمسك بقية اليوم وتقضي يوما آخر بدله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، وباعثها مستمع يقول: أخوكم أحمد يسأل ويقول: توفي عمي نتيجة حادث سير، وقد قام جدي بإقامة صلح،
وتم العفو عن المتهم دون أخذ أي مبلغ، فهل يجوز ذلك أم أنه لا يجوز بسبب أن له أولاد وزوجة ولا بد من أخذ رأيهم؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الحق لورثة القتيل أو الذين يقررون العفو أو أخذ الدية، إذا كان فيهم قصار فإنهم ينتظرون حتى يبلغ الحلم راشدين فيأخذ رأيهم، أما وكيلهم فإنه لا يقوم مقامهم بالعفو والصلح لأن هذا ليس من صلاحياته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إن والدته أنجبت عددا من الأولاد والبنات، لكن عند الولادة الأخيرة نصحها الأطباء بعدم تكرار الحمل لأن حالتها الصحية لا تتحمل أكثر مما تحملت، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ إذا قرر جماعة من الأطباء تحصل بهم الثقة أنها لا تستطيع الحمل وأن في الحمل خطرا عليها، فإنها لها أن تأخذ ما يمنع الحمل في هذه الحالة، قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما ما دام أن الأمور مستقيمة ولم يتقرر لدى الأطباء خطورة الحمل عليها وإنما هو شيء يتخوف ومشكوك فيه فهذا لا يسوغ منع الحمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما أخبرتكم في سؤال سابق أن عمي توفي في حادث سيارة وترك زوجة وأولاد، الزوجة بقي لها شيء من الإرث وبقي لها مؤخر الصداق، قبلت ب3,000 دينار بينما المقرر 4,000 دينار وتنازلت عن جميع حقوقها، هل نكون والحال ما ذكر قد برئت ذمتنا؟ جزاكم الله خيرا. هذا يرجع إلى حالة المرأة، إذا كانت عاقلة رشيدة وتصالحت معكم على مبلغ من المال وسمحت عن الباقي فالصلح جائز بين المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت هذه المرأة ليست رشيدة قاصرة النظر وليست رشيدة في مالها فهذا الصلح غير صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا علمت أن إحدى النساء تعمل بعض المنكرات وكتبت لها محذرا عما تعمل، هل أكون والحال ما ذكر قد أديت الواجب على نفسي؟ جزاكم الله خيرا. إن كان لك عليها ولاية وسلطة فلا يكفي أنك نصحتها، بل لا بد من الأخذ على يده. أما إذا لم يكن لك عليها ولاية فإنك تبلغ من له سلطة عليها ومن له ولاية عليها من وليها أو ولي الأمر الموجود لأجل الأخذ على يدها، فلا بد من هذه الاعتبارات. إن كان لك عليها ولاية فإنه يلزمك الأخذ على يدها ومنعها من تعاطي هذه المنكرات، وإن لم يكن لك عليها ولاية فإنك تبلغ من له ولاية عليها ليمنعها من ذلك بعد المناصحة لها والبيان لها لعلها هي تترك هذه الأمور ولا يحتاج إلى سلطة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمعة فاطمة محمد من مصر تقول: أنا سيدة عندي 5 أولاد وقد قمت بإجهاض نفسي عدة مرات وقد علمت بعد ذلك بأن فعلي حرام وندمت على ما فعلت، وأنا أسأل هل علي من كفارة في ذلكم العمل وما الطريقة التي تنجيني من ذلكم الذنب إن كنت مذنبة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما شك أن إجهاض الحمل أنه ذنب وفيه إثم، لكن إن كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح يعني بلغ 4 أشهر فإنه تجب الكفارة وهي عتق رقبة، فمن لم يستطع فصيام 2 شهر متتابعين. أما إذا كان هذا الحمل لم تنفخ فيه الروح لأنه لم يبلغ 4 أشهر بل كان عمره دون ذلك فهذا فيه إثم تجب التوبة منه ولكن ليس فيه كفارة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أديس أبابا في إثيوبيا المستمع جمال ياسين بعث يسأل ويقول: ما الفرق بين الحديث القدسي وبين الحديث الآخر؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، فيكون لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. أما الحديث
الخير القدسي فهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه من عند الله قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيكون معناه وحي، يكون معناه وحيا من الله سبحانه وتعالى، وأما لفظه فهو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين الحديث القدسي والحديث غير الحديث النبوي غير القدسي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من السنة بعد الرفع من الركوع وضع اليد على صدر المصلي أو كيف يكون العمل؟ جزاكم الله خيرا. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه شريفتين على صدره وهو قائم في الصلاة عليه الصلاة والسلام، يقبل كفه اليسرى بكفه اليمنى ويضعهما على صدره. هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في الشمس حين غربت بأنها تسجد تحت العرش، أليس هي الآن تحت العرش؟ معناه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بكيفية هذا السجود، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن نؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نتعرض لكيفيته، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يؤاخذ الله تبارك وتعالى الإنسان في الوسوسة التي تحدث في الصلاة أو في غير الصلاة؟ الله جل وعلا لا يؤاخذ الإنسان بالوسوسة لأنها ليست باختياره، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ولكن على الإنسان أن يدافع الوسواس وأن يعمل الأشياء التي تمنع عنه الوسواس، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يستحضر عظمة ربه في الصلاة ووقوفه بين يدي ربه عز وجل. فإذا استحضر هذه المعاني فإن هذا يطرد عنه الوساوس بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صحبك، وفي رواية اليمين على مية المستحلف؟ معناه واضح، وهو أن من حلف يمينا لخصمه، من حلف يمينا لخصمه أو لمن يطالبه بشيء أو يسأله عن شيء، فإذا حلف الإنسان من أجل أن يقطع الخصومة أو يبعد الاتهام عن نفسه فإن اليمين على ما يصدقه به صاحبه لا على ما ينويه هو بقلبه، لأنه حينئذ يكون ظالما إذا حلف لخصمه ومن يتهمه بشيء أو يحمله شيئا وحلف على نفيه من أجل تبرئة ذمته وهو لم يصدق في هذه اليمين ويريد خلاف ظاهرها فإنه يكون آثما، لأن اليمين في هذه الحالة على ما يصدقه به صاحبه لا على ما نراه هو، فيكون هذا من الكذب والظلم الذي يؤاخذ عليه الإنسان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من نجران المستمع نون بعد اتصل وتقول عند والدتي ذهب بحوالي 2000 ريال وتصدقت به لأنها قد توفيت، وأعطيت أخي 200 ريال وأعطيت ابني 100 ريال، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. لوالدتي أعطت أخاها 200 ريال وأعطت ابنها 100 ريال من تركة أمها ذلكم الذهب الذي قيمته 2000 ريال كما تقول. هذا تصرف لا يجوز، لأن الذهب الذي تركته والدتها يكون تركة لورثتها، وإن كان عليها دين فإنه يسدد من هذه التركة. فالحاصل أنه لا يجوز لها هذا التصرف، وعليها أن تضمن هذا المبلغ على أن ترد بدله لورثة إلا أن يسمحوا لها به. إذا سمحوا لها به وطابت أنفسهم لها به فلا بأس، أما إذا لم يسمحوا فإنه يلزمها الضمان ودفع هذا المبلغ أو قيمة هذا الذهب على المواريث المشروعة لورثة
هذه المرأة، وعليها أن تتوب إلى الله من هذا التصرف الخاطئ. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا عندما أصوم يخرج دم قليل من أنفي أو حلقي، هل يفطر أو لا؟ هذا لا يفطر. إذا خرج من الإنسان دم قليل أو كثير بغير اختياره من جراحة أصابته أو رعاف أو نزيف، فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره. نعم. جزاكم الله خيرا. لدي ذهب ألبسه وزوجي لا يستطيع أن يزكيه، هل تجب علي زكاته علما بأنه لا دخل لي ولست موظفا؟ الذهب الذي يلبس فيه خلاف هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب، على قولين: الجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه من المستعملات والحوائج التي تحتاجها المرأة، وليس هو من الأموال النامية، فهو كالملابس والمراكب والمساكن والدواب المستعملة وكل ما هو للاستعمال وليس للتجارة ولا للنماء لا زكاة فيه، ومنه الحلي. هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب البعض إلى وجوب الزكاة فيه لأنه ذهب أو فضة، و الله جل وعلا يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يخرجون زكاتها، بشرهم بعذاب أليم. ولأدلة وردت في الحلي خاصة يراها هؤلاء أنها صحيحة وصريحة في وجوب الزكاة فيه. فعلى كل حال، إذا كانت المرأة تستطيع أن تزكي حليها فإنها تزكيه خروجا من الخلاف براءة للذمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف حاميم عين يعمل في المملكة، يقول: هل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن قراءة سورة الواقعة في كل صباح ومساء تجلب الرزق أو نحو ذلك المعنى؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم حديثا بهذا المعنى، ولكن قراءة القرآن على وجه العموم فيها فضل عظيم، وقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء مع الورد وكذلك بعد كل صلاة، هذا أيضا فيه فضل وله آثار طيبة على المسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما الحكم في من يكتب آية في طبق ثم يضع فيه ماء ويقوم برشه في محله كل مساء، وذلك بحجة أنه يمنع الحسد ونحو ذلك؟ لا أصل لهذا العمل، هذا العمل من البدع. إنما الذي رخص فيه بعض العلماء أن يكتب شيئا من الآيات أو الأدعية في صحن أو على مكان طاهر ثم يغسله بالماء ويشرب غسالته ومحوه من باب الاستشفاء به من المرض، هذا هو الذي رخص فيه بعض العلماء واعتبره داخلا في الرقية الشرعية والاستشفاء بالقرآن الكريم. أما أن يرشه في البيت فهذا لا أصل له وهو من البدع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.